بسم الله الرحمن الرحيم، يا اهلا وسهلا، اهلا بكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن برنامج اسمه RevMan Web. برنامج RevMan او اختصاره ريفيو مانجر هو برنامج بيساعدك انك تمانج الريفيو بتاعك. برنامج ده اتعمل من كوكرن كولابريشن، وكوكرن كولابريشن دي هو المكان اللي بيحط الجايد لاينز علشان تعمل سيستماتيك ريفيو والميتا اناليسيز، يعني اللي بيحطوا الستبس اللي احنا بنمشي عليها علشان نعمل سيستماتيك ريفيو وميتا اناليسيز. كوكرن بيسموه الفاذر اوف ايفيدنس سبيس ميديسن، ده اسم عالم، وكوكرن كولابريشن هي اللي بتعمل الحاجات دي كلها. هم كانوا عندهم برنامج بينزل على الديسكتوب او برنامج يعني بيتم تحميله، ولكن حاليا بقى استخدام بتاعهم عن طريق الويب، RevMan Web بقى عن طريق الويب سايتس فقط، وبقى في شويه صعوبات انك تهندل الداتا فيه. فعلشان كده ان احنا قررنا ان احنا نشرح الفيرجن الجديد من RevMan Web. RevMan Web بكل بساطه احنا بنستخدمه في الميتا اناليسيس بتاعتنا، برنامج يمكن الاعتماد عليه في الميتا اناليسيس، وبرنامج واضح وستريت فورورد، ولكن الفيرجن الجديد او الشكل الجديد مش احسن حاجة، عشان كده احنا هنشرحه في الفيديو ده. لو عجبك المحتوى ده وحبيت تشاركه مع اصحابك، ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك تدعم القناة وتشارك الفيديو مع الوسط العلمي بتاعك، ويلا بينا. طيب بتكتب في جوجل RevMan Web، بعد كده بتدوس هنا you don't have an account، فتدوس sign up now، بعد كده تكتب الgiven name محمد، بعد كده الfamily name الناجار، بعد كده ده الايميل ادرس، الكونتري تختار ايجيبت، وبعد كده بتحط الباسورد بتاعك، ولو انت عايز تستلم ايميلات ماشي، وبعد كده اي اندرستاند التيرمز دي تختارها من هنا، وبعد كده تختار تكتب الكود اللي انت شايفه قدامك ده وتدوس ساين اب. طيب بيقول لك انك هتشوف، هيجي لك ايميل خلال دقائق to check your spam folder عشان تكونفيرم الايميل. فاحنا بصين هنا نلاقي الايميل جه على طول، بندوس verify this email. فلما بتعمل الاكونت كده، يعني هي اللقطه هنا بقى ان هو بيعمل لك اكونت زي اكونت مجاني، وتقدر انك تعمل practice reviews، بس يعني تعمل reviews كانك تعمل عليها practice او تمارس ال evidence based medicine زي ما هم بيقولوا. ولكن خلينا نكتب كده RevMan، بعد كده تكتب كلمه pricing، RevMan pricing او subscription، ان احنا عايزين نشترك بقى في RevMan. تدخل هنا هتلاقي كلمة for organization، وبعد كده for individuals، بتختار research for life rate، بتدوسها free، يعني هنا علشان انت تقريبا هنا يعني من مصر، مختارها من مصر، فهو خصم الميت جنيه استرليني، تمام. بعد كده بتختار الكونتري بتاعتك ايجيبت، وبعد كده بتدوس subscribe، فهو بيديك صلاحية لمدة سنة، بس اعتقد بتكون اطول من كده، فتمام تمام. بتحط بقى العناوين بتاعتك يعني، وبعد كده بتدوس continue to review، فكده بيقولك check out، فيعني انت كده خلاص هتدفع المفترض 100 جنيه استرليني، بس هو اتخصم عشان research for life. بتدوس complete check out، طيب فكده your subscription is complete، وانت كده عملت اشتراك في RevMan Web علشان تقدر انك تستخدم RevMan بشكل كامل، مش مجرد البراكتس بس. تفتح بقى صفحة جديدة وتكتب RevMan Web، وتدخل على RevMan، هتلاقي هنا ان هو ريبلاي انك مفترض انك دفعت يعني 100 جنيه استرليني. بنكتب RevMan Web حاليا، نفتح تاب جديدة ادي RevMan Web، تمام. بندخل على حاجة اسمها My Portfolio، دي مش هتظهر غير لما تعمل سبسكريبشن. لو جينا بصينا هتلاقي individual subscription اهو، فانا كنت بجرب ريفيو، فخلينا نجرب ريفيو جديد، فبتدوس هنا نيو ريفيو من هنا، وبعد كده بتدوس create new review او review from file او review copying key، خلينا نسميه new review، ونسمي مثلا الريفيو ده video title مثلا، وتكتب العنوان بتاع الريفيو ذات نفسه. طيب هنا الانترفنشن ريفيو، لو انت هتستخدم انترفنشن ريفيو، لو هنا بروجنوسز، لو هنا مثلا دايجنوستيك تيست اكيورسي، لو انت مش عارف الفرق ما بينهم تقدر تشوف فيديوهات القناه عندنا. احنا نفترض ان هو مثلا انترفنشن ريفيو عايزه تمبلت ولا نو تمبلت، فممكن نخليه نو تمبلت خالص، مفيش اي تمبلتس، لو انت حابب تحط تمبلتس معينه، ولكن احنا ممكن نخليه من غير اي تمبلتس خالص، وندوس اد ريفيو. عايز تحط تمبلت ماشي، مش عايز تحط تمبلت ممكن تخليها من غير اي تمبلتس خالص. فاحنا زي ما شايفين قدامنا هنا ادي فيديو تايتل، ده الريفيو بتاعنا، بندوس عليه من هنا، وبعد كده بنكونفيرم البوكس ده وندوس اوكي. فده كده الشكل الجديد من RevMan بتاعنا، ده الداشبورد او ده الشكل بتاع الداشبورد او المعطيات بتاعه الريفيوز نفسه. احنا اللي بيهمنا كلنا بندخل على هنا كلمة studies من هنا، وبعد كده بندخل على كلمة included studies، وبعد كده بندخل على add study، فهنسمي الـ study رقم واحد دي مثلا هنسميها محمد، اتقال مثلا 2022، ونخليها 2022 من هنا،
يعني من ضمن الحاجات الغريبة جدا في الريفمان ده، الريفمان هو أنا مثلا عايز أضيف دراسة جديدة، كان أيام زمان في نيكست، نيكست بتضيف دراسة جديدة، ولكن حاليا ممكن تحط ريفرنس بقى والكاركترستكس والكوفاريتس، الحاجات دي كلها تفاصيل طويلة، ولكن علشان أضيف دراسة جديدة برجع بدوس على باك تو انكلودد ستاديز، ودي حاجة غريبة جدا. تدوس اد ستادي تانية وتسمي الدراسة دي مثلا أحمد 2023 مثلا، ادي 2023، وبعد كده بتدوس back to included studies. فاحنا عندنا دلوقتي two studies، خلينا نضيف دراسة كمان مثلا ونسميها مثلا علي 2012. تمام. طيب في حاجة هنا من ضمن الحاجات الريفمان بنستخدمها فيه، وهو ان احنا نستخدم risk of bias tool ROB tool. فاحنا لو دخلنا على study هنا وبعد كده دوسنا edit study، هنلاقي اخر هنا tab هنا اسمها risk of bias، فبدوس على risk of bias بلاقي هنا الـ يعني الكريتيريا بتاعت البايس نفسه. فهنفترض random sequence generation، انت قرأته لو انت اتفرجت على risk of bias في الفيديو بتاعنا، هنختار مثلا low risk unclear، مثلا low risk high risk، اي حاجة من الحاجات دي كلها يعني بعد ما تشوف الفيديو. فاحنا كده مثلا عملنا لستادي واحدة risk of bias بتاعها. انا بستخدم الريفمان في الاناليسيز، فبدخل على كلمة اناليسيز هنا كده، وبعد كده هنسمي نضيف اناليسيز جروب، هنسمي الاناليسيز دي مثلا ترايل فيديو اناليسيز، ممكن تسميها بقى اسم الاناليسيز اللي انت عايزها. الفكرة كلها بقى في ان هي فكرة ايه، ان انا مثلا عايز ادخل على الاناليسيز مفيش هنا مثلا نيكست او في اي حاجة، لا غريبين جدا، انك محتاج تدوس على باك تو اناليسيز، بعد كده تفتح الاناليسيز، بعد كده تضيف اناليسيز من هنا. يعني حاجة غريبة كده شوية في التعامل بتاعها، ولكن احنا بنختار اوتوماتيك او مانيوال، بنختارها مانيوال، وبعد كده بيكون عندك دي الاناليسيز. هنسميها مثلا درج واحد مثلا، انا بتختار دايكوتموس ولا كونتينيوس، يعني ايفنت او توتال دايكوتموس، كونتينيوس يعني لو مين او ستاندرد ديفيجن، عايز تحسب الاودز ريشيو، ريسك ريشيو، ريسك ديفرنس، عايز تحسب المين ديفرنس والستاندردايزد مين ديفرنس، الحاجات دي كلها يطول شرحها. ولكن مثلا لو دايكوتوموس وبعد كده اخترنا الحاجة دي اكسبرمنتال، ممكن نخليها مثلا دراج، ممكن نخليها هنا بلاسيبو، فاحنا كده انترفنشن جروب واحد وانترفنشن جروب اتنين، الستاتستيكال ميثود انفرنس فاريانس، عايز تخليها مثلا مانتل هانسل، عايز تخليها وقت يعني زي ما تحب تخليها، دي كلها تفاصيل احصائية يطول شرحها. عايز تحسب الاودز ريشيو، ريسك ريشيو، ريسك ديفرنس، الفيكسد افكت او الراندم افكت، الحاجات دي كلها مثلا كونفيدنس انترفال عايزها 95%، الحاجات دي كلها حاجات ستاتستكس يطول شرحها. بعد ما اخترت الاوبشنز من هنا بتروح راجع للداتا من هنا، وبعد كده بيقول لك ده شكل التيبل بتاعك، بنضيف الداتا بتاعتنا من هنا، ممكن اختار كل الاستاديز كده وندوس اوكي، فهيكون عندنا زي ما انت شايف كل الاستاديز اي احمد وعلي ومحمد بالمعطيات اللي انت تحطها. الايفنت مثلا 12، هنا نخلي الايفنت 14، هنا 12 تاني، والتوتال نمبر في بيشنت هنا مثلا نخليه في الرينج ده، نخلي حاجات كلها قريبة من بعض. طيب فانا حطيت هنا ارقام عشوائية، زي ما انت شايف هو حسب لنا الاودز ريشيو بالانفرس فارينس وراندم موديل، لو انت عايز تخليها مثلا الفيكسد موديل ممكن تروح تدخل من هنا وتخليها الفيكسد موديل، هتبص على الداتا هتلاقي تحسب لك الفيكسد، بس احنا يهمنا من الحاجات دي كلها لما نشوف الجراف. ادي شكل الجراف بتاعنا، الدرج، البلاسيبو، فيفرز الاكسبيرمنت او فيفرز الدرج، ممكن تحط هنا كده مثلا كلمة درج وهنا كلمة بلاسيبو، فانت كده عملت الدرج والبلاسيبو. هنا مثلا ده شكل السكيل من 1 لـ 100، انا ببص مثلا على كونفيدنس انترفال، ممكن نخلي السكيل ده لغاية مثلا 10 مثلا، بحيث ان الحاجة تبان بشكل اوضح لو انت حابب تظبط السكيل، لان احنا لو خلينا السكيل مثلا 2 فلربما بص تلاقي الحاجات شكلها بايخ جدا، لكن 10 مناسب. لو احنا يعني لو احنا خلينا السكيل مثلا 300، عشان في بعض الاحيان بيبقى السكيل بتاع الحاجه صغير كده، فتلاقي الويسكرز بتاعه الكونفيدنس انترفال دي دخلت في بعضها، فاحنا شايف ان السكيل بتاع 10 انسب حاجه، فده كده السكيل، وده الفورست بلوت بتاعك. تقدر تخليها بالير لو انت عايز ترتبهم بالير 2012 2022 2023، وده كده التوتال بتاعك والهيتروجينيتي والاي سكوير والحاجات دي كلها، وبتقدر انك تعمل داونلود للصوره دي كبي ان جي من هنا، فده كده الفورست بلوت بتاعك اللي احنا بنستخدمه في الميتا اناليسيز. لو انت دخلت في الفيجرز هنا، دخلت على دوست على كلمه فيجر وتضيف فيجر مثلا، فده الفيجر واحد الفلو دايجرام، اي دونت سجست انك تستخدمه من هنا خالص، ولكن احنا ممكن مثلا نختار ريسك اوف بايس كده، وتلاقي ريسك اوف بايس الاستادي اللي احنا ضفناها ده الجراف وده السامري.
لو شفت الاستوديو بتاعت احمد اللي احنا اخترناها من هنا تقدر برضو انك تنزل الفيجر ده. فدي الحاجات اللي احنا بنستخدمها في الريفمان. طيب ايه هو الريفمان؟ برضو الريفمان ريفيو مانجر، تقدر انك تضيف بقى كل حاجه في الداتا بتاعتك من هنا، يعني دي الانكلودد ستاديز، الكونتنت، الابستراكت ذات نفسه، تحط الراشنال، تحط الاوبجكتيفز، تحط السيرش ميثودز. ولكن الحاجات دي ممكن تكون مناسبه للناس المبتدئه، ولكن بعد كده بنكون احنا يعني انا بستخدموش بصراحه غير في الاناليسز فقط، علشان ناخد الاناليسز زي ما انتم شايفين هنا. لو انت عايز تضيف اناليسز تانية فبتدوس اناليسز تانية مثلا وتختارها مانيوال وبتدوس اوكي، ونفس الكلام بالظبط، بتعمل نفس المعطيات بالظبط. فهي الفكره كلها في ده الريفمان زي ما انت شايف. وعايز تشوف انفستيجيتنج للسنسيتيفيتي، يعني احنا هنا مش بنشرح التفاصيل بتاعه السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسز، ولكن ده كده برنامج الريفمان بكل المعطيات بتاعته. ممكن في الداشبورد هنا لو انت مليت المعطيات من هنا تقدر انك تلاقي فيرجنز من هنا انت حطيتها، فتقدر انك تعمل اكسبورت للفيرجن. انت عايز تكسبورت الارتكل كبي دي اف، ولا عايز تكسبورت الاناليسز، ولا عايز تكسبورت الداتا فايل. يعني ممكن تكسبورت الفايل ككل على بعضه بحيث انك تستخدمه في الببليكيشن او الحاجات اللي زي كده. ولكن انا زي ما قلت انا بستخدم الاناليسز، وبدخل على الصوره دي بنزل الصوره دي ذات نفسها، وده اللي انا محتاجه، مش محتاج حاجه تانية غير كده. فده كده يعني استخدامي لبرنامج الريفمان ويب. برنامج الريفمان ويب من البرامج المهمة لو انت بتشتغل في السيستماتيك ريفيوز والميتا اناليسز. مش كل الناس تعرف التفاصيل دي، فممكن تتعلم مهارة انك تعمل ميتا اناليسز على برنامج زي كده، تفهمها بشكل اعمق. وهتلاقي على الويب سايت عندنا في ريسورسز كتيرة بتساعدك انك تتعلم سيستماتيك ريفيوز والميتا اناليسز. اتمنى الفيديو كان شيق وعجبكم، ونشوفكم في فيديو تاني. سلام عليكم.